الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. في قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الآية 40 في سورة فصلت. إن الذين يلحدون في آياتنا، الإلحاد في الآيات وصرف الآيات عن مقاصدها، وذلك بتحريم الكلف، بتحريم الحلال أو تحريف المعاني أو تأويل ما قد يكون ظاهرا منها. فالتأويل أي صرف ظاهر اللفظ عن معناه المتبادر إلى الذهن من غير دليل ولا مسوغ شرعي قد يكون نوعا من الإلحاد. وقد يكون من الإلحاد صرف الأحكام عن ظواهرها بجعل الحلال حراما والحرام حلالا. وقد يكون من الإلحاد أيضا الكفر والتكذيب بما جاء به النص من دلالات ومعاني. فمثلا في قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فتفسير البقرة بأنها عائشة هذا إلحاد في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأنه تفسير للفظ بما لا يحتمله اللفظ من غير دليل ولا مسوغ شرعي. ليس هناك دليل شرعي ولا حتى دليل لغوي به تسمى الإنسان بقرة. وسياق الآيات وسباقها ولحاقها يبين أن المقصود بالبقرة البقرة الشائعة في جنسها. ولذلك قال عبد الله بن عباس: لو أتوا بأي بقرة فذبحوها لأجزأتهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليه. وقد يكون بلفظ بصرف بعض الألفاظ عن ظاهر معناها إلى معاني محتملة ولكن غير مقصودة، مثل تأويل اليد بالقدرة والاستواء بالاستيلاء، فهذا كله نوع من الإلحاد. ولم يقل إن الذين يلحدون عن آياتنا، وإنما قال إن الذين يلحدون في آياتنا، لدلالة على أن الإلحاد في داخل الآية ليس في خارج الآية. هددهم الله عز وجل بأن الله تعالى بهم عليم ومطلع لا يخفون علينا. ثم قال ربي: أفمن يلقى في النار بسبب سوء عمله خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة بما تفضل الله تعالى به عليه من العمل الصالح والتوفيق إليه. ثم قال الله تعالى مهددا متوعدا: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. هذا تهديد صارح ومبين لما ينبغي أن يكون عليه المكلف، لأنه إن عمل صالحا سيكون آمنا، وإن عمل غير ذلك سيلقى في النار. قال الله: إن الذين كفروا بالذكر أي بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز أي كتاب رفيع الشأن في ذاته وفيما تضمن من آي وأحكام. وهذا الكتاب العزيز لا يأتيه الباطل، والباطل هو كل ما لا ينبغي، كل ما لا يليق، كل شيء لا يترتب عليه أثره يسمى باطلا. فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل،
لا الشك ولا التحريف ولا الزيغ ولا الاضطراب ولا التناقض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه شيء من ذلك ولا يتلبسه شيء من ذلك. وقوله من بين يديه ولا من خلفه دلالة على الإحاطة، يعني ما فيش هناك أي شبهة باطل تأتي لهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهذا الكتاب محمود بما تضمن من معان وأحكام. ثم قال الله: ما يقال لك يا رسولنا من الاستهزاء والسخرية والتكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين الصابرين وذو عقاب أليم للكافرين المكذبين. ثم يقول الله: ولو جعلناه، أي جعلنا هذا القرآن قرآنا أعجميا، والقرآن ما يقرأ، لو جعل هذا القرآن أعجميا لقالوا متعجبين لولا فصلت أي بينت آياته. أعجمي وعربي، وهذا بتسهيل الهمزة الثانية، أعجمي وعربي وتحقيقها أعجمي وعربي. الهمزة الأولى المحققة هي للاستفهام، أهذا القرآن أعجمي وعربي، أي وهذا نبي عربي؟ في التقدير أعجمي أقرآن عربي، أقرآن أعجمي وهذا نبي عربي، فهذا لا يستوي، أو هذان لا يستويان. أعجمي وعربي، هذه قراءة، والقراءة الثانية بتسهيل الهمزة الثانية وهي أعجمي وعربي، لا تقل أعجمي، لأن قلب الهمزة الثانية ها غير صحيح، لا تقل أعجمي أعجمي، هي مش ها، ولكنها همزة مسهلة، أعجمي وعربي. قل هو، أي هذا القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء، هداية من الضلالة وشفاء من المرض، ولم يقل شفاء من مرض معين، ولكن قال وشفاء، للدلالة على أن القرآن يطب به من الأمراض البدنية والأمراض القلبية، وهذا مجرب. وعندما نقول القرآن ليس لفظ من القرآن، يعني لا تقول علاج العظم، تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألف مرة، دي علاج العظم. وعلاج الرأس تقول يا قيوم يا قيوم ألف مرة، دي علاج الرأس. في هناك ورق وزع بهذا المعنى أنه علاج الأمراض بالقرآن، عندما طلعت وجدت علاج الطحال والبنكرياس والمريء والقلب والرئة والعظم وكل الأمراض كلها موجودة، ولكن بالإيه؟ بتقول اللفظ الفلاني ألف مرة، ألفين مرة، ستمائة مرة. طبعا هذا كلام لم يصح ولم يثبت، بل التعبد لله تعالى بالألفاظ المفردة من جملة صنيع أهل البدع. التعبد الله عز وجل بالألفاظ المفردة من جملة صنيع أهل البدع، يعني ما تقولش مثلا قيوم 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 قيوم، بتعمل ايه؟ تقول بعبد ربنا، خطأ. تقول الله 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 كده، خطأ، لا يجوز، هذا كله من صنيع أهل البدع. وإنما القرآن القرآن، الآيات أو السور، الآيات كآية الكرسي، والسور سورة الإخلاص، المعوذات، هذه كلها سور. وأنتم تعلمون من حديث أبي هريرة عندما لدغ سيد الحي، كان قوم استقراهم الصحابة فلم يقروهم، أي طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم يرحمكم الله، فلدغ سيد هذا الحي
فقالوا للصحابة: هل منكم من راق؟ فقالوا: كلنا يرقيه، ولكن والله لا نصنع له ذلك حتى تجعل لنا جعلة. اللي حصل، فقرأوا عليه سورة الفاتحة، فنشط الرجل كأنما قام من عقال. قام من عقال يعني راجل متكتف بقاله شهر، متكتف متأربد ايديه في رجليه، وفكين القيد بتاعه. بيقوم عامل ازاي؟ بيقوم كده متكاسل، بيتمطع بتاع، كأنما قام من عقال. فبعضهم قال: لا نأخذه حتى نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوه واجعلوا لي منه ايه؟ جعلة. وهناك أناس كثر جربوا القرآن بأن جعلوا القرآن على الموضع الذي يشتكون منه ويقرؤون، فيأتي البرء والخير بإذن الله تعالى. قريبا جدا أخبرني يعني أحد الأخوة أن والده كان يشتكي من قلبه، كان يشتكي من قلبه. ده أحد الأخوة هنا في المسجد، وهذه الحادثة قريبة جدا، وكانت أحواله تسوء، وكان بيذهب إلى القاهرة بين الفينة وأختها لعلاج القلب، وتدهورت أحواله، وقالوا بأن أحوال القلب في تدهور مستمر. اللي حصل ان هذا الرجل، ورجل عمي بسيط جدا، اخذ يقرا القران ويضع يده على قلبه. اللي حصل ان دقات القلب انتظمت انتظاما هائلا. فلما ذهب الى معهد ناصر بتاع القلب ده، الدكتور ما كانش مصدق، قال له: انت رحت كشفت في عند حد تاني؟ انت سافرت في اي مكان؟ مين اخذت علاج؟ واجروا له فحوصات من جديد، فوجدوا ان القلب بتاعه بياخد في التحسن بطريقه عجيبه جدا، من غير لا علاج ولا اي حاجه. فطبعا هذه صوره يعني تدل على ان القران شفاء للامراض البدنية، وشفاء أيضا لأمراض القلوب. أمراض القلوب: الكبر والحسد، يرحمكم الله، الكبر والحسد والغل والشك، كل هذه الأمراض القلبية علاجها أيضا بالقرآن. قل هو، أي الكتاب العزيز، أي الكتاب العزيز والكتاب المحمود والكتاب المحكم في آياته وألفاظه وأحكامه، هذا الكتاب هدى من كل ضلال وشفاء من كل مرض. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي ثقل شديد، فهم لا يسمعون القرآن ولا يقفون على معانيه ولا ينفعلون به، وهو عليهم عمى والعياذ بالله، فهم لا يبصرون ولا يسمعون، لا يبصرون ولا يسمع ولا يسمعون. فلذلك جزاؤهم: أولئك ينادون من مكان بعيد، حالهم كحال الذي ينادى عليه وهو في مكان بعيد لا يسمع ولا يرى، لأن الذي يسمعك ويبصرك هو القريب منك، ولذلك لا يحدث الأنس بالبعد، وإنما يحدث الأنس بماذا؟ بالقرب. لا يحدث الأنس بالبعد، لأن البعيد ربما لا يبصرك وربما لا يشاهدك، بينما القريب يبصرك ويسمعك. وكلما ازداد القرب كلما ازداد الأنس، وأعظم الأنس أن تكون قريبا من ربك، لا أن تكون غافلا عن ربك. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وذلك بتكذيبهم في هذا الكتاب. ولولا كلمة سبقت من ربك بالجزاء، بالجزاء لقضي بينهم، أي في الدنيا. ولولا كلمة أن الله تعالى لا يجازي الناس بسيئاتهم وحسناتهم ويفصل بينهم إلا في الآخرة لقضي بينهم، أي في الدنيا. وإنهم، أي المختلفون في الكتاب، لفي شك منه مريب، لا يزالون مضطربين مكذبين. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، الخير يكون لك
والشر لا يكون لك وإنما يكون عليك، لا يكون إلا عليك. يقول من عمل صالحا فلي، لي لنفسه، ومن أساء فعليها. مثل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى كل خير فهو لك، وكل شر إنما هو إيه؟ عليك، إنما هو عليك. وما ربك بظلام للعبيد. سبحان الله، تجد في الآخرة النعيم نعيم لا يوصف، والعقاب عقاب لا يوصف. سبحان الله، النعيم نعيم ما شاء الله، شوف كده الجنة وأوصفها تشتاق، والعذاب عذاب ليس فيه رحمة، انتقام شديد ليس فيه رحمة، بخلاف أحكام الدنيا. ولذلك السعيد من وفقه ربه كي يكون من أهل السعادة، والشقي من حرم أن يكون من أهل السعادة. وفي كل الأحوال ربك ليس بظلام لأحد، لأنه بين لهم الشرع وأبان لهم الحجة وأقام عليهم الحجة وزودهم بالكتب وأرسل إليهم الرسل وأمد لهم في الآجال وأقام لهم البراهين. فخلاص، ما ربك بظلام للعبيد. وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون. ثم قال الله عز وجل إليه يرد علم الساعة الآية، وسنجعل هذه الآية وما بعدها في المجلس القادم الذي سيكون ختام السورة إن شاء الله. سأقرأ هذه الآيات وسنجعل التسميع المرة بعد القادمة، يعني المرة بعد القادمة نسمع السورة كلها على بعضها إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه،
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نقرأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا انتظر كده لحظة لما نقف عند القيامة التاء بتكون هاء فلو أوضحنا السكتة فيها لكان خيرا نقول أمن يأتي آمنا يوم القيامة ماشي لكن لما تقول يوم القيامة فين التاء راحت التاء يبقى الهمس بتاع الهاء الأصلها تاء لابد أن يكون واضحا عند الوقف وبعدين كل ما كان الوقف موجود قف أكثر من الوقف أكثر من الوقف من تاني أفمن يلقى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة تمام يعمل ما شئتم إنه بما تعملون بصير الراء لا تكون فخمة الراء قبلها الياء وقبل الياء الصاد المكسورة يبقى الراء هنا ايه ترقق قليلا بصير ماشي ماشي بصير بصير خطأ بصير لا بصير من تاني إنه بما تعملون معلش يا اخوانا هي كا ولا كا ان الذين كفروا كفروا كا ولا كا قولوا لي كا ولا كا طيب يبقى من تاني بقى ان الذين سمعت يا اخوانا انتوا بداتوا من اول يعني وقفتوا عند خلفه وبداتوا في تنزيل ليه؟ من يعرف؟ هل جمله تنزيل من حكيم حميد جمله مستقله؟ عندكم وقفه في المصحف؟ اه طيب طب من غير الوقف انا عارفش عندي المصحف بتاعي اللي هو المصري الأصلي الذي عزف الناس عنه ما فيش فيه أي حاجة لكن حتى لو ما فيش فيه وقفت المعنى هنا بالفعل تم لا يأتيه الباطل من بين يدي ومن خلف وبعدين تنزيل من حكيم من حميد جملة مستقلة ماشي
وتنزيل ده فعل ولا حرف؟ اللي يرفع اللي يعرف كده يقول كده، فعل ولا حرف؟ احسنتم، لا فعل ولا حرف. طيب لو قلنا فعل ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الفعل لا ينون، مش قول تنزيل، ها ما ينفعش الفعل ينون، وذلك من علامات الاسم الايه؟ التنوين، بالتنوين والندى وال، بالتنوين والندى وال، يبقى دي علامات الايه؟ الاسم. ماشي، يبقى تنزيل ده ليست فعل، ليست فعل وانما هي ايه؟ اسم. طيب يعرب ايه؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وهو ديت تعود على ماذا؟ على القرآن، أو هذا هو أو هذا، يبقى هذا تنزيل من حكيم حميد، أو هو تنزيل من حكيم حميد. طيب ما يقال؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو تمام. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء خلنا. ولولا كلمة سابقت، سابا ولا سابا؟ سابا. يبقى ولولا كلمة سابقت، لو قلنا بقى سابا يبقى ولولا كلمة سابقت، سابا سابقت، ينفع؟ من تاني بقى. ولولا كلمة، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء جزاكم الله خيرا. هدى وشفاء، يبقى ده شفاء في الواو ده صح؟ لأن هدى مرفوعة، والتقدير قل هو هدى وشفاء للذين آمنوا، فقل أمر والفعل مستتر وهو الضمير مبتدأ، للذين آمنوا اللام الجرة والذين موصولية، وآمنوا فعل فاعل، والجملة الفعلية صلة الموصول، والجملة الموصولية في محل جر باللام. هدى خبر هو مرفوع وعلامة الرفع الضم المقدر، الواو العاطفة، وشفاء معطوفة على هدى. ماشي، لأن هدى بيسموه اسم منقوص ولا مقصور؟ هدى ومصطفى مقصور. طب قاضي، ها؟ تمام، خلاص عرفت بقى.
طيب يا اخوان اي سؤال؟ جزاكم الله خيرا. ان شاء الله المجلس القادم سنختم سورة فصلت ان شاء الله.